محمد بن سالم الوهيبي. شوط الختام مشاهدينا الاعزاء ينطلق والكلمه فيه الى الزميل الكريبي بن جابر معلقا على احداث وتداعيات هذا الشوط المنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، انطلق قبل قليل شوط الختام، ختامها مسك باذن الله تعالى بتواصل الاشواط للفتره المسائيه وتواصل هذه الانطلاقات الجميلة الرائعة لسن الجذاع الابكار والقعدان. هذا الشوط خصص للابكار الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. هذه المسافة التي سوف نشاهد المنافسة الجميلة والرائعة برفقتها لانتزاع أول المراكز. إذن أول المراكز هنالك التواجد من قبل السعودية، من تفتتح الإذاعة وتبحر مع الصدارة مع المقدمة بشعار هجن الشيحانية على أول المراكز برفقة المضمر محمد بن خالد العطية. ولكن أشاهد التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة من قبل الدوحة المملوكة لهجن الشيحانية، سالم بن فاران المري من يقدم لنا الدوحة بعملية التضمير. ثاني المراكز تتواجد أيضا الدوحة على المركز الثاني المملوكة لهجن الشيحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. ثالث المراكز تتواجد السعودية المملوكة لهجن الشيحانية برفقة المضمر محمد بن خالد العطية. رابعا نتابع التواجد من قبل الضبية لهجن الشيحانية الملكية وأيضا التضمير لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وخامس المراكز أشاهد تواجد جبار المملوكة لراشد بن حمد بن راشد البويضة المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة في مقدمة هذا الشوط، هذه الخمسة النجوم المنطلقة المتواصلة الفايف ستار. ولكن أعود بحضراتكم إلى البيج ستار، إلى النجمة الكبيرة المتواجدة على المركز رقم 1. تتواجد هنالك الدوحة على القيادة السليمة، على هذه القيادة الجميلة على أول المراكز، الدوحة المملوكة لهجن الشيحانية برفقة المضمر سالم بن فاران المري من أطلق عليه مسمى الذهبي لعشقه للذهب وأيضا لاحتلاله على أشواط الذهب مع انطلاقة هذا الشعار، شعار هجن الشيحانية. المركز الثاني تتواجد هنالك الدوحة الملكية لدى هجن الشيحانية، عملية التضمير لدى عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. أيضا لا يستهان بهذا المضمر الذي حقق الإنجاز وحقق أيضا الرموز برفقة هذا الشعار. المركز الثالث تواجد من قبل السعودية الملكية لهجن الشيحانية محمد بن خالد العطية من يشاقب بالأشواط المفتوحة وأيضا سجل العديد والعديد من الإنجازات والسجلات الحافلة لهذا الشعار وأيضا استحل على أشواط الرموز برفقة هذا الشعار وبرفقة هذا المسمى الجميل. نتواصل مع بقية الأسماء، هذه إذا الثلاث المراكز المتقدمة بمثلث الناموس الذي يحتوي بهذه الأسماء الكبيرة من أسماء البكار المشاركة وأيضا أسماء عمالقة وفطاحلة المضمرين. المركز الرابع تواجد من قبل الضبية الملكية لهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز الخامس هنالك التواجد من قبل خامس المراكز والقدوم من قبل العنود من تتواجد على المركز الخامس لأول نداء، العنود الملكية لهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم أكثر من اسم في هذا الشوط. إذا نعود بحضراتكم للصدارة بعدما أتممنا على مسامعكم هذه الخمسة المراكز المتقدمة، هذه الخمسة المراكز الكبيرة التي تشارك بهذه الانطلاقة الجميلة. تغيرت أمور الصدارة مع المقدمة ومع المركز الأول، غيرت الدوحة انطلقت مع الصدارة الملكية لهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم لنا الدوحة مع المركز
الأول وضع الصدارة والقيادة السليمة لمجريات هذا الشوط. وشاهد السعدية من تنطلق على ثاني المراكز الملكية لهجي الشحانية عملاقة، والمشاغب العالمي محمد بن خالد العطية يقدم لنا السعدية مع المركز الثاني. ثالث المراكز تواجد الدوحة هذه التي تختل المراكز بانطلاقتها وأيضا بتواجدها على المركز الثالث. تراقب أوضاع السعدية وأيضا أوضاع الدوحة، تتواجد مع المركز الثالث الدوحة الملكية لهجي الشحانية، والمضمر سالم بفران المري عاشق الذهب يتواصل برفقة الدوحة المتواجدة على المركز الثالث. رابعا أتابع تواجد هذه المبدعة المتواجدة الضبية من تنطلق بهذه اللحظات مع رابع المراكز المملوك لهجن الشحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. خامس المراكز تواجد العنود من تنطلق على خامس المراكز لآخر ندى الملكية لهجن الشحانية. عمليات التضمير لدى العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، وأيضا قدوم الشعارات والأسماء بقيادة الوجبة القادمة بهذه الأسماء الكبيرة، وأيضا الشعارات المتواجدة خلف الخمسة المراكز المتقدمة. عود وتحول إلى الصدارة إلى المقدمة، غيرت إلى أول المراكز وانطلقت بقيادة هذا الشوط سعدية برفقتها الدوحة. الدوحة والسعدية حوار ثنائي مبكر بانطلاقة هذه الاسمين الكبيرة بتواجد الدوحة على أول المراكز مع تجاوز لافتة 1500 متر ما تبقى عن الناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، الدوحة المركز الأول، المركز الثاني سعدية، الدوحة والسعدية مملوكة لهجن الشحانية برفقة المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي من يرافق الدوحة، ومحمد بن خالد العطية من يرافق السعدية مع المركز الثاني. وللمعلومة حاملة الرقم 2 تتواجد على المرتبة رقم 2، يا لحلات الصدف، المركز الثالث، ولكن السعدية بن عطية يريد تقديمها مع المركز الأول. لا يكتفي بثاني المراكز، المركز الثالث تواجد حاملة الرقم 3 الوجبة المتواجدة على ثالث المراكز المملوكة لهجن الشحانية برفقة المضمر سالم بن فاران المري، قادمة أيضا مع المركز الرابع العنود لهجن الشحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن هنالك الشانية قادمة محلقة مع المركز الخامس لأول ندى المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فيصل بن طالب بن شريم. وصل مضمر القرن بانطلاقة هنالك الشانية، ولكن دخلنا الكيلو الأخير مع تجاوز لافتة 600 متر المتبقية عن الناموس. انطلقت الدوحة، واصلت الدوحة هذا الأداء وهذا المعطاء الجميل. الله يا الدوحة، انطلاقها ذاتي بدون أي تعليمات، تحليقها مميز وأيضا إقلاعها جميل بدون أي تعليمات. العصاب الابطان لم تنطلق عليها التعليمات أو بدأت التعليمات. يا سلام يا الدوحة، الدوحة الدوحة الدوحة، انطلقت أقلعت وادعت الأسماء المتواجدة بهذا الشوط ليضمن نجاحها بهذا الشوط. سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم لنا شعار هجن الشحانية بانطلاقة الدوحة على أول المراكز بانفرادتها الجميلة مع أول المراكز ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. ثالثة بركات هجن الشحانية، ثالث المراكز الوصول من قبل السعدية، أيضا هجن الشحانية ثالث المراكز الشحانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الرابع، كان الوصول من قبل العنود لهجن الشحانية. خامس المراكز كان التواجد من قبل المركز الخامس الظبي لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. التانو تبريكات نزفها لهجن الشحانية على حصول الدوحة على أول المراكز من ظفرت بناموس شوط الختام، وكان ختامها مسك برفقة الدوحة من حققت هذا الانتصار الجميل وحصولها خط النهاية مع الفوز والناموس. وقت الزمني 9:25 28 الزمن الثانية، هذا هو توقيت الدوحة. التانو تبريكات لهجن الشحانية، كما نهني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا الشحانية في هذا الشوط مع المركز الأول. ثاني المراكز
كان الوصول من قبل السعوديه تقريبا زمن 9 دقائق 26 9 دقائق 28 ثانيه على ما يبدو ثمان الزمن الثانيه. هذا هو التوقيت السعوديه من وسط على المركز الثالث تحت التبريكات لهجوم الشحنيه كما نهني المتضمر محمد بن خالد العطيه. الثالث المراكز كان الوصول من قبل الشحنيه والحصول على خط النهايه معلة الوزن الناموس التوقيت الزمني 9 دقائق بلا شك 30 ثانيه 56 الزمن الثانيه. التهاني والتبريكات نزفها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم كما نهني فيصل بن طالب بن شريم المري على حصول الشهانية على المركز الثالث. الكلمة للزميل محمد بن بريك المري.